اليوم في 1/7، ففرصة ناخذ جولة ونشوف طبعا الإجراءات التي تمت بهذا. السلام عليكم. اليوم افتتاح سوق السيلية بعد الإغلاق المؤقت بسبب جائحة كورونا، والإغلاق كان إغلاق احترازي لحين أخذ التدابير والوقت المناسب لافتتاحه. شركة حصاد الحمد لله اليوم قدرت أنها تفتتح السوق بعد ما تم تطبيق لجميع الاشتراطات اللي توفر الأمن والسلامة للمرتادين. فبعد أخذ الموافقات وتطبيق جميع الاشتراطات، احنا من بداية فترة الإغلاق أو ما قبل فترة الإغلاق باستمرار على تواصل مع الجهات المعنية وخصوصا وزارة الصحة. فاليوم نقدر نقول أن الزوار مرحب بهم، نتمنى منهم بس تطبيق الاشتراطات السلامة اللي هي الاشتراطات متعارف عليها أخوي أبو علي، بحيث أن الواحد يكون يعني منزل احتراز تطبيق، وأيضا يعني يلبس الكمامات والقفازات ويعني يتبع إرشادات التباعد. الباعة في شركة في السوق السيلية شركة حصاد طبقت عليهم بعض الاشتراطات اللي هي تضمن سلامة التعامل مع الجمهور. فالآن نعول على وعي الجمهور، وإن شاء الله بيكون لهم تسوق آمن وممتع ونرحب فيهم. احنا حاليا في السوق الشعبي ابو علي، وتشوف اللي فيه لبس خاص للباعة كلهم ملتزمين فيه. هذا اللبس المعتمد، هذا اللبس المعتمد للباعة. اي نعم. بحيث انه يتعاملون بكل امان مع الباعة، مع الجمهور. يحمي نفسه ويحمي الاخرين طبعا. اي نعم، هذا اهم حاجه عندنا في حصاد، انه يكون الامن في في هذا السوق. السوق مثل ما أنت شايفه مكيف، حيث أن الزوار يجون يكونون مرتاحين في عملية التسوق. فالآن إحنا بس شوي بنروح على السوق المفرق اللي هو بالكيلو. أي إن شاء الله. هون وصلنا الحين؟ هذا سوق بالكيلو، هذا البيع بالكيلو. إحنا في البداية كنا في سوق الجملة، بعدها على السوق الشعبي، والآن هذا سوق الكيلو، يجيب يشترون اللي محتاج بالكيلو. هذا بتكون طبعاً وفق تسعيرة الدولة. طبعاً أكيد. هذا السوق هذا مشرفة عليه وزارة التجارة بخصوص الأسعار وتنظيم المزاد. بالنسبة للنظافة العامة للسوق كيف عملتوها؟ السوق حتى قبل الإغلاق كنا متبعين اشتراطات معينة في شركة حصاد، بحيث أن عملية التنظيف مستمرة على مدار الساعة. تم تعيين شركة نظافة خاصة. الآن النظافة بالإضافة إلى عمليات التعقيم يتم اتباعها في السوق. مثل ما قلنا، هي صحة الناس من أهم الأمور عندنا في شركة حصاد. هذه من ضمن الملصقات الإرشادية، مشكورين وزارة الصحة بالتعاون معهم، وضعناها بأكثر من لغة، نوع من الوعي. وإحنا الحمد لله مطمئنين أن الجمهور الآن بجميع فئاته اكتسب يعني ثقافة عالية من الوعي. ومثل ما نشوف مع بعض اخواني اخواتي، طبعا مثل هذه الارشادات موجوده على طول ممرات السوق لتنبيه طبعا المتسوقين انهم يحافظون على المسافه الامنه او التباعد الجسدي، وهذا الاهم. بالاضافه طبعا الى مثل ما شفنا اللبس اللي لابسين الاخوان مرتدي السوق، بالاضافه الى طبعا العاملين والموظفين في السوق. الاهم من ذلك كله ايضا اخواني اخواتي، نلتزم بالشروط المطلوبه منا. غير هذا كله، شوف من بداية السوق أبو علي الشباب من الهلال الأحمر والأمن موجودين،
توجد كاميرا حرارية بالإضافة للتأكد من تطبيق احتراز ولبس الكمامات. بدون احتراز ما يدخل. طبعا ما يدخل. هذه اشتراطات الدولة واشتراطات سلامة الناس. هذا تصور للسوق أو مخطط للسوق. المبنى هذا اللي احنا كنا فيه اللي هو سوق السيلي احنا نتكلم، السوق الشعبي وخضار المفرغ، خضار الجملة. مبنى الميرة بيكون في هذا المكان إن شاء الله قريبا الافتتاح. المبنى هذا عبارة عن مخازن مبردة تخدم السوق بالإضافة إلى محلات للأسماك وأيضا للحوم والدواجن بتفتح قريبا. المنطقة هذه هي عبارة عن صالة المزاد المكيفة اللي تخدم السوق، فتصير عملية البيع في المنطقة هذه وتدخل إلى توزيع للسوق كامل. احنا دورنا هنا متواجدين للتوعية، نوعي الناس ونشوف المسافات اللي هي تباعد بين المستهلكين، ونلاحظ نفس الوقت اللي هم البياعين انه يلتزمون بالكمامات وبالشروط السلامة اللي هي موفرتها وزارة الصحة. حلو، كيف تتجاوب الناس معك؟ والله في هالوقت ما شاء الله صار تجاوب وايد كبير، وفي فرق، الناس بدأت توعى وتفهم وتعرف ان هذا اللي قاعدين احنا نقوم به شيء لمصلحته ومصلحة الناس الثانية يعني. طيب هل من كلمة توجهها للناس اللي يفكرون يتطوعون معاكم؟ والله احنا نتمنى ان نشوف اهل قطر يكونون متواجدين في هالعمل التطوعي. احنا عندنا نقص كبير في الشباب القطريين ذيلا، عندنا الجاليات الثانية ما شاء الله كميات كبيرة متوفرة، والله يجزاهم خير ويكتب لهم الأجر إن شاء الله.